يعتبر ضريح الباي بوشلاغم وزوجته الواقع وسط مدينة مستغانة من المعالم التاريخية التي تعود إلى العهد العثماني. الباي 17 كان قائدا على الجهة الغربية يتنقل بين معسكر ووهران محاربا الإسبان. استقر الباي في مستغانم سنة 1732 وتوفي بها سنة 1737 بحي ما زال يحمل اسمه إلى اليوم. ما كتشوفوا مرايا هنايا كان زوج قبب، هادو زوج قبب هادو تاع مصطفى الباي بن يوسف اللي مدعي بوشلاغم. بوشلاغم اسم اللي عطاوه الاسبانيول خاطر اللي كان عنده شلاغم كبار. هاد السيد هذا راه في القيصر العثماني، هذا في الامبير اوتومان من كان هنايا، هذا هنايا هو من بعد الباي شعبان تاع مازونه، خاطر البايلك تاع الجهه تاع الواس كان في مازونه. ولما قتلوا هذا الباي شعبان هو 17 هو الباي بوشلاغم. هذه الساحة التي يمر على جانبها خط ترامواي خططت لها دراسة وخصص لها غلاف مالي من أجل تهيئتها وترميمها، لكن بقيت دار لقمان على حالها وزادت سوءا وتدهورا. بعد 3 سنوات ونصف المكان راه في أوضاع مزرية لا يرثى لها. أولا ما كان حتى شيء نزاد، ثانيا أشغال الترامواي ما نعرف إذا التخطيط نتاع المسار نتاع الترامواي دي مانيرا بروفوندي ولا تراجع السلطات. أنا نتكلم هنا كشاهد عيان. لتبقى المعالم السياحية والتاريخية في لؤلؤة الغرب الجزائري تحتاج إلى عناية أكبر وترميم لدفع وتيرة السياحة في البلاد.